مزيكا تقدمها لكم رولكس. رحلة موسيقية حول العالم في أمسية موسيقية صيفية مع أوركسترا فيينا الفيلهارمونية. قلنا أنه بعد عام من قيود السفر وعدم القدرة على الحركة وزيارة البلدان الأخرى وخوض تجارب مختلفة، سنستعين بالموسيقى لتذكرنا بمدى جمالها. اخترنا برنامجاً موسيقياً مع ملحنين من جميع أنحاء أوروبا ومن الولايات المتحدة وروسيا، وفي النهاية نتجاوز كوكبنا. بفضل غوستاف هولست نذهب إلى كوكب المشتري الذي يوصف بأنه جالب البهجة. عازف البيانو الروسي الألماني إيغور ليفيت يعزف موسيقى رابسودي باغانيني لسيرغي رحمانينوف في قصر شامبران في فيينا. هناك بعض المقاطع الطريفة هنا وهناك لكنها قاتمة. كلنا نعرف التنويع 18 المشهور جداً والمفعم بالحب والجرأة والعاطفة. في المجمل القطعة لماحة، ولكن ليس بالمعنى المضحك بل بجوانبها القاتمة. وفوق كل هذا، هذه القطعة هي متعة عزف هائلة. الصوت الفريد لأوركسترا فيينا هو مزيج من الموسيقيين الموهوبين والآلات الموسيقية غير التقليدية وتراث الأوركسترا العظيم. إذا كنت قد عزفت في أوركسترانا في عام 1875 في دار الأوبرا، فقد عزفت مع جوسيبي فيردي عايدا، وعزفت تواليت أوف ذا جودز مع ريتشارد فاغنر. عرضنا سيمفونية برامز لأول مرة، كان غوستاف مالر مدير الأوبرا لدينا. كل هذه الأسماء تشكل صوتنا، وهذا الصوت موجود في ذاكرتنا الجماعية ونتناقله من جيل إلى جيل. كسيارة عظيمة، إنهم أوركسترا خطيرة القيادة لأنهم يتفاعلون فوراً مع كل ما تفعله. وكقائد، إذا استطعت القيام بذلك بشكل صحيح وتناغمت معهم بالطريقة المثلى، فسوف يضعون العالم بين يديك. أما إذا فهمت الأمر بشكل خاطئ، يصبحون وحشاً خطيراً. ينهي فالس شتراوس الأمسية الموسيقية. العودة إلى فيينا والمنزل بعد الرحلة التي طال انتظارها، وهي رسالة يتردد صداها لدى إيغور ليفيت بعد المصاعب الأخيرة. لم يخرج أحد هذا العام غير مصاب. وهكذا طوقي هو للوطن والأشخاص الذين أحبهم حقا. موسيقى قدمتها لكم رولكس.